هو فن تراثي سعودي عريق اعتمدته منظمة اليونسكو ضمن الفنون التراثية في العالم. إنه فن القط العسيري الذي احتضنت دار الأوبرا المصرية ندوة عنه وعن تاريخه. لم يكن بيت في منطقة عسير التي تعتبر في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية، لم يكن بيت يخلو من هذه النقوش والألوان والأشكال التي لها دلالات عميقة، ثم مرحلة ركود في يوم من الأيام، ثم في الفترة الأخيرة بدأ الكتاب والفنانون وكل المهتمين بالثقافة والفنون يكتبون عنه، وأخيرا تسجل في اليونسكو. الندوة عرضت ارتباط فن القط العسيري بالعمارة في المنازل في جنوب المملكة ودلالات ألوانه ونقوشه. فن القط هو فن نادر ومدهش، وما كان بيت يخلو من تداخل الألوان في منطقة عسير، كانت كل هذه الألوان البيوت مزينة بهذه الألوان، وله دلالات بيئية وطبيعية، يعني مر بفترة ركود لولا يعني كبيرات السن يعني حافظوا عليه. وقديما كانت النساء فقط هن من يمارسن هذا الفن، أما الآن فأصبح يمارس من قبل الفنانين والمصممين والمهندسين. كانوا قديما النساء يزينون في البيوت الجداريات، ويعتبر لكل رسمة لها اسم، يعني من بنات أرياش تقطيع عمري كل شيء له اسم، وكان يعني يزينون في الجداريات زمان. من صغر سني وأنا أحب هذا التراث، لأنها كانت واحدة من عماتي تقط القط هذا رحمة الله عليها من الرائدات، فنمت الحب القط فينا، وإحنا نحيي إن شاء الله ونحاول إنه ما يندثر. وعبرت الندوة عن تنوع الفنون الإبداعية بالمملكة وما تشهده الحركة الثقافية من تطور. هذا الفن من الفنون التراثية المعروفة بالمملكة والتي استطاعت أن تصل إلى العالمية، لكنه ما زال محتاج إلى تعريف أكثر به في الدول العربية، وهو ما تقوم وقامت به هذه الندوة. أسامة عبد المقصود، الإخبارية، القاهرة.